الله يجزيك بخير. هادشي اللي باغي نقول لك، شي ناس في ازمور منعوني من الورث ديال جوج ديور، وكان بات في الزنقه في الصيف، كنت كان بات في الجرده، دابا الشتاء والبرد الحاله قاسيه. كيدخلني واحد السيد عساس مسكين في واحد البيله، وديك البيله واخا مهجوره لا ما لا ضو، المهم كانت تسقره ما يهزني حد، كندخل بالمويطير ما كاين مشكل، مسكين قايم بيا كيجيب لي مسكين الماء، كيجيب لي حاجه كلا شي حاجه، كاين لا عاود يبغى يطيح لي السكر في الليل، ما القهوه تا هما كنشارجي عندهم التليفون، وكنحط عندهم الانسولين، وكنحط عندهم ملي كنت كنبات في الجرده، ملي السيد شافني كنبات هنا كنشارجي هنا الموتور، قال لي واش تقبل عليا نديك، واخا كاين دجاج وكاين حاجه كلاب صاله كاين نوبه اللي ما كتكونش خاطري، واني الغالب الله، وكنطلب من هاد الناس اللي بازم وازمور تمنعت منه، منعوني من الكوميساريه، راجل ملي كنت كنمشي نديكلاري وكنطلع في الوراق كيجري عليا، وراجل كان كيمنعني، تبقيت في شي ناس تما عاد داروا قدموا الشكايه، ومن اللي قدموها تلغات هي الاولى، وكانوا الوراق الرسم والجميع الوثائق والكارت ديال عمتي كلشي غبروا، وكيقول لي الناس لما جبتيش الوراق راه ما عندكش. رغم على هذا الشيء بقيت كنطلع ونهبط نطلع ونهبط، جبت الوثائق الحمد لله، جبت الرسم الحقيقي ديال عمتي، لاكارت مدرقينه جبت النيميرو ديالها، مشيت للاراد جبت الماكن بسميت عمتي وخلصت عليهم، ولي هاد المراه تقول ما ساكناش في اي مكان، عندي الورقه ديال الضو، وشاد الدار والدار والدار، راه 13، وكي تقول لك عمتي كاتبت لي الفوق، انا مسامح لها على الفوق، انا باغي لتحت، لتحت اللي باغي، وما هي الفوق كتقول لك كتبت لي الله اعلم زورت على ما سمعنا وعلى ما عرفنا، بين وانا كنت كنجري عام الاول وكنقول لهم تعطيني الورقه باش كاتبها لها عمتي، ما كتبغيش توريها ليا. الى واحد من دوك الوالته، واحد من دوك الوالته اللي كان واقف على الوراق قال لي صوبت ليها، قال لي صوبت ليها، نبيعوا لها بتسعود، قلت لهم نعطيكم 10، قال لي خويا فرنسا نعطيكم 12، قال لك لا نبيعوا ليها هي. ملي مشيت قلت لهم اسيدي ما بقيش بيع، ما بقيش عيطوا ليا، جي بقيت كنطلع ونهبط ونطلع ونهبط، جبت الوراق، جبت الحمد لله الرسم، التركه قالوا لي الناس عدولات، وقالوا لي الناس المره الاولى ما تقولش باغي نشري، تا يصوبوا التركه، تا صوبوها. ملي السيد واحد من الورثه قال لي تسعود، قلت لي تسعود راه ما غتقدناش حنا 12 واحد، ما غتجينا 8 مليون واحد، 7000 درهم، قال لي لا حنا 11، قلت لي لا 12، انتم 6 ولاد عمي وحنا 6، قال لي قلت له ذاك اللي في طنجه اللي ولد عمي شقيق، شقيق بات هذيك عم بات هذيك الدريه شقيقه، ما هي عام ربيها، كيقول لي الناس هي لا عندها حق باش تشري، وجاو دوك الناس داروا لها تنازل، 5 هما داروا لها تنازل وقوموا الدار من يوم الواحد، قراو الناس الوراق المدفوعين من المحكمه، قال لي مزيان ملي قوموا من يول الواحد، ما كون عدلوا تنازل. ورغم على هادشي غنكثر الهضره، هادشي راه العدول ما بغاش يكتبوا ليهم، ملي هاد السيده شاريه من عند عمتي وعندها رسمها الحقيقي قبل ما تموت عمتي، عندها رسم حقيقي، علاش ما تديه عند العدول والعدول حداها والعدول اللي كتبت عندهم؟ مالو مشات عاد محامي ذاك المحامي، وعيطت على واحد من أزمة من الورثه، قلت له الرسم راني لقيتو، قال لي انا كتبنا ليها ما قالش انا ما عاوهب داك الشيء، كان بات في الزنقه، كنت بات في زمور، جراو ليا كنت كاري تما ريدو، كاين رخا وكاين عام الاول، جراو ليا، جرات عليا هي، جرا عليا راجلها البوليسي، وليت خايف، لا عود كان تلقى معاه في الجامع وخفتو، بغيتو عا شي نهار يحن ويطن حن بقلبو ويجي يجلس معايا الارض يقول لي انت شحال بغيتي؟ انت شحال؟ والو. ملي جيت طلعت وهبطت جبت الوراق، دابا دفعت الورقه هي باش شاريه من عند عمتي، ما يهمنيش
زورات ولا الحرام لا غدا غدا قدام الله. انا باغي على التحت اللي كيدخروا الورثه ديالي اللي كيدخروا باعوا لي السفلي مليون واحد الى كان القانون نعطيهم مليون واحد كان القانون يسمح لي باش ناخذ ما كاين. انا بغيت عافين نسكن ودابا البرد وليت الحاله اللي ارتبيها وعندي السكر وبغيت عافين نحط حتى ديك السيم دخلني الله يجازيه بخير لديك البيلة ما فيهاش الماء والضو لا يرتبيها ما فيها لا نقف نصلي لا يديك لي خليك حط داك الشيء في القهوه لا نسولين وخلشان الله يجازيك بخير. واخا عندي النمره يقولوا الناس 06 61 73 69 26 26. انا هاد الناس الله يجازيهم بخير بغيت لي قد على شي حاجه وبغيت بعض الناس يعيطوا عليه يكونوا اصدقاء ديالو اللي كيصلي وهو كيصلي ويقول لي حشومه عليك واش هاد السيد كذب عليك واش هاد السيد ما يسالش الا ما نساش راسي مقطوع الا ما نساش جور ديور الدرب بنت طاهر فيها واحد السيده الله يسامح لها بنت عمتي اخرى مطلقه انا باغي اللي في درب بن سعيدي فيها التحت والفوق الفوق كتقول مكتوب ليا ما كاين مشكل كتبت ليها ولا زورت ولا دبر راسها الا ما شديت اليوم شد غدا قدام الله. انا راه كون عندي فين نسكن انا ترغد قدام الله وشد لها حسناتها وهذاك راجلها وهي عندها المدخول وهي في التعليم كاين المدخول راه ماشي واحد السيده ما عندهاش وجيت بغيت نهجم عليها وشاده لتحت والفوق اللي المحامي ديالي دابا هاد الاسبوع قال لي غنجل ناجل الجلسه وهي ديما كتاجل قال لي باش نفوض خوض قضائي باش كتسكن. قلت لها استاذ راه عندي الوراق ديال الضو بينا باش كتستهلك والناس قالوا لي لا بقيتي تابع المحكمه وهك وانت كتضيع راه شي نهار بقى مكعور في هذا البرد راه كاين البرد والحاله عندك السكر ولا ما كلتيش عا في الوقت راه طيح. وهاد الناس دعيتهم الله وانتم الله يجازيكم بخير حنيتوا فيا بعدا تفش قلبي بعدا شويه وما انا نبيع الكار ولا نبيع ولا راه عطى الله ما نصور ما ناكل بغيت على السكنه. هاد الناس منعوني بغيت شي حد يدخل الا هي هاد السيده من حقها ورد لها 5 مليون ديالها بسم الله ديال خمسه الناس من حقها ندخل نسكن ونتبع القضاء بسم الله ما بغاوش انا غنمشي قدام الدار نطيح نموت واه الغالب الله ما الا وجري تعيت عامين راه عامين وانا طالع هبط وعندي الوراق ديال عامين باش كنطلع ونهبط.